طيب اروح مع حضرتك لمباراة غدا ما بين النادي الاهلي والرجاء المغربي واستعدادات كلا الفريقين، ويمكن كنا شفنا تصريحات عن استقبال النادي الاهلي في المغرب، استقبال مشرف يليق بتاريخ هذا النادي، ويمكن ده المهم، الشكل الحضاري والروح اللي احنا دايما بنحاول نحافظ عليها في ماتشات كبيره زي دي، ده مهم جدا جدا ان احنا نشوفه ما بين فرقتين كبار زي الاهلي ورجاء المغربي، واستعدادات كلا الفريقين لمباراه غدا اللي يمكن يعني تحسم كده نصف النهائي مين هيصعد. والنادي الاهلي هنا 2-0، وده يعني اعتقد انه ضمن ليه بشكل كبير يعني الصعود، لانه احنا هنا بنتكلم عن انه محتاجين على الاقل نتعادل. بصي، اكيد النادي الاهلي قطع شوط كبير جدا للتاهل لنصف النهائي للمره الرابعه على التوالي. بنتكلم على الاهلي وصل الفاينل الثلاث سنين اللي فاتت، الثلاث النسخ اللي فاتت منها مرتين كان النادي الاهلي البطل، المره الثالثه كان خسر قدام الوداد المغربي في المباراه النهائيه. لعيبه الاهلي لعيبه تقدر دايما بتلعب في الظروف دي. بالنسبه للعلاقات بتاعه الناديين، علاقه ممتازه، وكان اخرهم النهارده كان في بيان رسمي طلع طبعا من النادي الاهلي ونادي الرجاء، ان كان في تليفون طبعا ما بين عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء والكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، وان هم بيثمنوا العلاقه وان هم بيطمنوا على الاستقبال، والاستقبال هناك شيء محترم جدا جدا لبعثه النادي الاهلي، وده دايما اللي موجود. حتى كان بعثه الرجاء في مصر اشادت باستقبال طبعا النادي الاهلي. يمكن بقى المباراه طبعا اكيد المباراه تبقى حماسيه في ارض الملعب. يمكن الفتره اللي فاتت الرجاء كان في دوري ابطال افريقيا متصدر مجموعته برصيد 16 نقطه، ولكن الاهلي دايما بيعرف يلعب المباريات الاقصائيه او المباريات الحاسمه في دوري الابطال. هو فريق متمرس، فريق خبراته كبيره جدا في افريقيا، لعيبته عندها خبرات بشكل كبير جدا اكتر كمان من لعيبه نادي الرجاء المغربي. يمكن الرجاء بيمر الايام اللي فاتت او الايام كمان الحاليه احنا بنتكلم فيها بظروف كبيره جدا مع منذر الكبير المدير الفني التونسي لفريق الرجاء. يمكن كان اخرها طبعا التقارير اللي طلعت التقارير الصحفيه المغربيه عن ازمه ليه مع محمد النهيري لاعب فريق الرجاء، صحيح، وان النهيري وتم استبعاده استبعد من المباراه على اثر تطول اللاعب عليه. بالظبط، كان هو ليه مستحقات وهو اللعيبه وبيتكلم وهو ليه، ففي مشاكل كتير جدا. كمان النهارده طلع تصريح غريب جدا 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 من منذر الكبير، ان هو يقول لك انه مش متابع النادي الاهلي، يعني هو مش ما اتفرجش على النادي الاهلي، لانه بيتكلم على نتائج النادي الاهلي ان هو قادر يفوز اكتر من 2-0 عشان يتاهل، فبيقول النادي الاهلي خسر من المصري بثلاثيه. هو اصلا النادي الاهلي لم يلعب امام المصري عشان يخسر بثلاثيه، هو دي بتبقى نتيجه اعتباريه عشان النادي الاهلي ما خدش بطوله كاس الرابطه، فبتبقى موجوده كده لما تبحثي كده على جوجل او على المواقع بتاعه النتائج الرياضيه، فبيبان لك خلاص النتيجه لا 2-0 او 3-0 على حسب، لان النادي الاهلي عد طبعا خلاص منسحب من المباراه وما جاش المباراه. فهو ده يقول لك ان هو ما تابعش اللقاء، لانه بيقول لك ان انا الاهلي بيدخل فيه جوال كتير، يعني دخل فيه 5 صن داونز ودخل فيه 3 من المصري فانا قادر اسجل. لا، هو النادي الاهلي ما بيتقفش كده، النادي الاهلي بيحتاج تركيز اكيد اكبر من كده. النادي الاهلي محتاج انك تراجعه وانك تتفرج عليه اكتر من مره، مش بس انك تتفرج على مباراه الذهاب او تعتمد انك عارف ان في قفشه او عارف ان في شريف او عارف ان في كهرباء. النادي الاهلي بيلعب فنيا بشكل كويس اول فتره اللي فاتت مع مارسيل كولر، متفايد كل شيء، بطوله الدوري يمكن حسمها من بدري، وانا بتكلم لسه فاضل ماتشات في الدوري، بس انا بقول لك هو الاهلي حسم الدوري من بدري، فريق يصل لاكثر من 20 نقطه لو فاز بمؤجلاته على نادي الزمالك. نادي الزمالك متراجع بشكل كبير في يوتشر وبيراميدز، فريقين محترمين، ولكن مش هيقدروا ان هم يكملوا مع النادي الاهلي لاخر جوله في الدوري. الاهلي بطل كاس مصر في الموسم الماضي، بيجهز للسوبر، متصدر كمان البطولات الباقيه، فبشوف النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. فاعتقد بكره النادي الاهلي محتاج بس ان هو يمتص الحضور الجماهيري اللي هيكون كبير جدا من جانب جماهير الرجاء، جماهيرهم محترمه جدا وقويه جدا. الثنائي اسماعيل مقدم ومحمد المعكازي هيشاركوا ولا لا؟ بصي، هو في كلام ان هو هيغير في التشكيل بكره، وعايز يبدا باسماعيل المقدم بكره في الفريق الرجاء، بس انا بقول لك ان دايما الرجاء يمكن عنده مشكله كبيره جدا في خط الهجوم، الرجاء عنده مشكله كبيره جدا في الفعاليه الهجوميه. يمكن كانت مجموعته في دوري الابطال في المجموعات كانت المجموعه لحد ما سهله، عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي كان فيه في مجموعته صن داونز، وما بالك ما صن داونز الفتره الحاليه، صن داونز يمكن في الطريق الثاني المقابل النادي الاهلي، انا برشح النادي الاهلي وصن داونز في الفاينل السنه دي. فانت بتتكلمي على انه كان معاه صن داونز، كان معاه الهلال السوداني، كان بيمر بفتره رائعه في مسيرته الموسم ده، ويمكن الاهلي تعال بصعوبه جدا في دور المجموعات، ولكن دايما يتقال ان الاهلي ما تقيسهوش بدور المجموعات، الاهلي قيسه بالمباريات الحاسمه الذهاب والاياب،
بشوف الاهلي خلص المباراه تشكيل غدا. توقعاتك لتشغيل التشكيل النادي الاهلي غدا في المباراه؟ انا اقول لك التشكيل بتاع بكره وده هتلاقيه رسمي: محمد الشناوي، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر علي معلول، اثنين في قلب الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم، وسط الملعب هيكون في الثلاثي مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه طبعا غايب للاصابه، هيكون الثلاثه اللي قدامهم حسين الشحات وكهربا وبيرفيتا. ده تشكيله النادي الاهلي بكره، مفيش اي تغيير على تشكيله النادي الاهلي غير عمرو السوليه بس، وهيلعب مكانه طبعا حمدي فتحي من البدايه. أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، نتمنى للنادي الأهلي المصري غدا التوفيق أمام الرجاء المغربي والصعود لنصف النهائي. شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال.